من جديد اليمن مسرحا مستباحا للإرهاب. فبعد صنعاء ها هي عدن تسقط في بحر الإرهاب. إدارة أمن عدن تتحول إلى ديار خراب ودمار في انفجار انتحاري شق سماء العاصمة الآمنة. انتحاري بسيارة مفخخة حول سماء عدن إلى ظلام دامس وسبب القتل والموت للآخرين بدون أي ذنب. حادث كبير جدا وأدى إلى مقتل عدد من الجنود وإصابات بينها مواطنين. هو إخفاق أمني بالدرجة الأولى ويستلزم قرارات بإقالة القيادات الأمنية المسؤولة عن هذا الفشل. أمام بشاعة المشهد والصور المرعبة والمزرية للانتحاري وحفاظا على مشاعر المشاهدين وأطفالهم فقد قمنا بتغطية الصورة لبشاعتها، حيث أفاد شو دعيان أن الانفجارات في مبنى إدارة أمن عدن عقبتها عدة انفجارات في مبنى المحافظة بالمعلى وشرطة المنصورة، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الجنود والمواطنين وتعرض بعض المنازل لأضرار بالغة من شدة الانفجار. الانفجار كان قوي عنيف جدا، يعني أدى يعني إلى انفجارات في البيوت، يعني الزوجة راحوا فوق الأطفال فوق النساء فوق راحوا ضحايا، يعني راحوا لهم الجنود هناك في إدارة الأمن. وبحسب مصادر أمنية فإن سيارة نوع هايس بيضاء يقودها انتحاري انفجرت أمام مبنى إدارة أمن عدن وأسفرت عن مقتل 4 وإصابة شخصين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط انفجار سيارة هيلوكس رمادي كان على متنها متفجرات. وفجأة حسينا بانفجار شديد، حسب ما الأقوال أنه سيارة هايس توجهت معاكس البوابة، العسكر رفضوا يعني يطلبوا له بالتوقيف، رفضوا أنه يوقف باشروا بالضرب. فجأة سمعنا الانفجار شديد. الحصيلة النهائية للانفجار مقتل 4 أشخاص وجرح 15 آخرين، بعضهم إصابة خطيرة جدا. الكثير من أبناء عدن والوطن استنكروا مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تقود الكثير إلى إعادة حساباتهم ومراجعتهم بالانتماء إلى الدين الإسلامي، وهو ما دفع البعض إلى اعتناق الديانات الأخرى بذنب رواد الإسلام السياسي القاتل.